السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقرأ المبادرة التي أطلقها زعيم الحوثي الجينة لوقف إطلاق النار مع السعودية؟ ما طبيعة هذه المبادرة وماذا يعني كلام عبد الملك الحوثي عن فرصة حقيقية للسلام من المفترض أن يثمنها العقلاء في المملكة؟ ما المقصود بفتح جبهات جديدة ومتعددة وحرب مفتوحة في حال لم تقبل المملكة المبادرة ولم توقف استهداف المدنيين؟ ما حقيقة ما يقال عن مفاوضات سرية جرت بين الطرفين السعودي والحوثي عبر أحد مشايخ القبائل في اليمن؟ ثم لماذا صوب الإعلام السعودي على هذه المبادرة داعيا إلى عدم الثقة بالحوثيين وأن المطلوب القضاء عليهم أينما كانوا؟ حرب صعبة ومبادرة لحقن الدماء موضوع هذه الحلقة. معي في الاستوديو من بيروت المحلل والباحث السياسي الدكتور نسيب حطيط. دكتور حطيط ارحب بك معي في هذه الحلقة. من صنعاء الامين العام لحزب الحق حسن زيد كذلك ارحب بك سيد زيد معي في هذه الحلقة. ومن دمشق عضو المجلس الاعلى للقاء المشترك وعضو اللجنة التنفيذية للحوار الوطني نائف القانس كذلك ارحب بك. قبل الدخول في الحوار نقف عند ابرز نقاط حلقة اليوم. الحرب في صعبة. مبادرة أطلقها زعيم الحوثيين لوقف إطلاق النار مع السعودية. عبد الملك الحوثي: نعلن قيامنا بالانسحاب الكامل من كل المواقع السعودية مؤكدين أن تقدمنا لتلك الأراضي والمواقع كان ضرورة لمواجهة عدوان انطلق منها. هذه المبادرة فرصة حقيقية للسلام من المفترض أن يثمنها العقلاء في المملكة. وإذا استمر النظام السعودي في عدوانه بعد هذه المبادرة فإنه يكشف بذلك أن حربه ليست من أجل أراضيه وإنما يقوم بعملية غزو لمناطقنا. إذا استمر النظام السعودي في عدوانه بعد هذه المبادرة فإنه يعطينا الشرعية لفتح جبهات جديدة ومتعددة وخوض حرب مفتوحة. مصادر الحوثيين: بناء على توجيه عبد الملك بدر الدين الحوثي بالانسحاب من الأراضي والمواقع السعودية والمتضمنة في مبادرته التسجيلية فقد تم الانسحاب بشكل كامل من كل الأراضي والمواقع السعودية. مصادر سياسية يمنية: المبادرة جاءت نتيجة مفاوضات سرية جرت بين الطرفين السعودي والحوثي عبر أحد مشايخ القبائل اليمنيين. صحيفة الوطن السعودية: إعلان الحوثي ليس انسحابا بل اعتراف بالهزيمة. وإذا كانت المملكة قد أعلنت منذ بداية الأحداث عدم تجاوز الحدود السعودية إلى اليمن في عملياتها ضد المتسللين الحوثيين إلا أن القضاء عليهم داخل اليمن يجب أن يكون هدفا سعوديا ذا أولوية. أبدأ مع ضيفي الدكتور حطيط في الأستوديو. دكتور حطيط، بداية هي المبادرة الثالثة التي يطلقها عبد الملك الحوثي، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذه المبادرة؟ ما الهدف من هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات؟ أولا ندعو الله أن يكون هناك مقومات النجاح لهذه المبادرة لما فيها من حقن لدماء المسلمين وإغلاق الجبهات الجانبية والغير مجدية في الوطن والأمة الإسلامية. أما بمبادرة السيد بدر الدين الحوثي وبالتالي لابد من التعاطي معها بالشكل والمضمون. أما في الشكل فإنها جاءت بعد الأنباء التي تداولت عن مقتل قائد الحوثيين والذي ظهر بعدها بالصوت والصورة أنه لا زال حيا وبدون أي ضرر جسدي كما كان يقال، وبالتالي هو يعلن أنه أن القيادة الميدانية والسياسية لمجموعات الحوثيين هي بيده حتى اللحظة. الأمر الثاني أنه انسحب من المواقع السعودية ولم ينهزم ولم يرغم عن الانسحاب، والدليل أنه بقيت أكثر من شهرين المناوشات والحرب المفتوحة بين الجبهة السعودية وجبهة الحوثيين ولم يستطع الجيش السعودي أن يسترد ما كان قد أخذه الحوثيون داخل الأراضي السعودية، بمعنى أن السعوديين لم يستطيعوا الدخول إلى الأراضي اليمنية إلا بالقصف والإغارات والقصف المدفعي، بينما استطاع الحوثيون الدخول إلى الأراضي السعودية مع قلة الإمكانات وبالتالي هم انسحبوا. أما في المضمون فإنها تدلل على أن الحوثيين ليسوا في موقع الهجوم سواء ضد الجيش اليمني والنظام في اليمن أو ضد الجيش السعودي والمملكة العربية السعودية، وإنما كانوا
هم في مرحلة الدفاع عن النفس على جبهتين، وبالتالي استطاعوا الصمود على جبهتين، وقالوا عندما أصبحت لنا القدرة على أن ندافع عن أنفسنا فنحن نعلن هذه المبادرة حتى نحقن الدماء. ولعدم هناك مسألة أساسية يحاول الحوثيون، عندما بادرت السعودية إلى اتهامهم بأن هناك تنسيق مع القاعدة، كان الحوثيون يحاولون سد الثغرة التي يمكن أن تنفذ منها القاعدة وإدارتها الأمريكية للقاعدة للعبث بالأمن السعودي. وبالتالي فقد انسحب الحوثيون حتى يقولوا للسعوديين أن القاعدة لن تستغل وجودنا وهذه الثغرات، فأنتم أمنوا أمنكم وتصديكم للقاعدة. هناك عدة جوانب لهذه المبادرة في هذا الوقت بالذات. اسمح لي أن أنتقل إلى صنعاء، إلى الأمين العام لحزب الحق السيد حسن زيد. سيد زيد، أرحب بك معي في هذه الحلقة. مبادرة اعتبرها عبد الملك الحوثي فرصة حقيقية للسلام، من المفترض أن يثمنها العقلاء في المملكة ويعرفون أنها لمصلحة الشعبين الجارين. هل هناك معطيات جديدة حتى تطلق هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات، أم هي تأتي في سياق المبادرات التي أطلقها الحوثيون والمحاولات ربما لوقف يعني القتال في صعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبادرة جيدة، وأعتقد بأنها تأخرت كثيرا، لأن وقف الحرب مع المملكة العربية السعودية متوقف على 6 ذرائع، والذريعة كانت تواجد الحوثيين أو ما يطلق عليهم الحوثيين في أراضي سعودية. ولهذا الإعلان عن الانسحاب الكامل ووقف القتال يسد الذريعة عن استمرار القتال على الأقل من الجانب السعودي، ويؤكد أيضا بأن قرار عبد الملك الحوثي هو قرار هو سيد نفسه، يعني بمعنى أنه لا يملى عليه من أي جهة كان، سواء كانت من الداخل أو من الخارج، وليس له أي ارتباطات، وأن الحرب هي حرب حوثي إذا جاز التعبير، حوثية مع السعوديين نتيجة للخلاف الذي نشأ. طيب ولكن سيد زيد، يعني المملكة العربية السعودية سمحت كما يقول سيد عبد الملك الجبل، عمليا كما يقول عبد الملك الحوثي أن يعني التقدم إلى الأراضي السعودية لم يكن إلا ضرورة لمواجهة عدوان انطلق من هذه الأراضي، يعني لم يكن هناك أي اعتداء كما يقول عبد الملك من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بل كانت محاولة دفاع عن النفس. طبعا هو يقول هذا، لكن المملكة العربية السعودية اعتبرته اعتداء على سيادتها، احتلال جزء من الأرض التي آلت إليها بموجب الاتفاقيات الترسيم الحدودية كما يعترف الحوثيون أنفسهم، معناه بأنها اعتبرتها بأنه اعتداء. على كل حال، خروج أو انسحاب المقاتلين الحوثيين من أي أرض سعودية يسد ذريعة استمرار القتال بصورة مباشرة أو التدخل المباشر للمملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة. ونتمنى أتمنى شخصيا أن يعقبها مبادرة في العلاقة مع السلطة في صنعاء. جيد، أنتقل إلى دمشق إلى عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك وعضو اللجنة التنفيذية للحوار الوطني السيد نائف القانس. سيد القانس، بالطبع بعد الترحيب بك، يعني انطلاقا من ما يجري الآن على الأرض، كما قالت المصادر الحوثية بأنهم انسحبوا من كل المواقع الموجودين فيها بناء على طلب ومبادرة عبد الملك الحوثي، وهذا خير دليل على جدية الحوثيين وصدقية الحوثيين فيما يتعلق بهذه المبادرة. ما هو المطلوب الآن كذلك من الطرف الآخر، وكيف يمكننا أن نتحدث عن مبادرة مع استمرار عمليات القصف والغارات التي نفذتها الطائرات الحربية السعودية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أريد أن أقول هنا أن المبادرة التي أقدم عليها الحوثيين شجاعة وذكية وتعتبر إيجابية جدا، وهو الآن يضع السعودية أمام مصداقية ما تدعيه من الدفاع عن بالدفاع عن أراضيها، فلم يعد أمامها الآن مبرر لاستمرار العدوان على المواطنين اليمنيين في صعد الأبرياء، لأن الطيران السعودي يستهدف المدنيين.